مرحبا بحضراتكم معنا مرة تانية في النور للسنة التانية على التوالي. بيشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الـ20 حول الشراكة مع إفريقيا، هذه القمة التي دعت إليها المستشارة أنجلا ميركل منذ العام الماضي لتطوير اقتصاديات الدول الإفريقية وجذب المزيد من الاستثمارات لها لتحسين مستوى معيشة أفرادها. الحقيقة أنه مشاركة مصر مشاركة مهمة، وزيارة الرئيس إلى ألمانيا تكتسب أهمية سياسية كبيرة جدا، خاصة زي ما قلت لحضراتكم في البداية أنها بتسبق رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي الحقيقة في هذه الفترة. عن هذه الزيارة وأهميتها وعن أهمية مشاركتنا في قمة الـ20 هيكون كلامنا النهاردة مع سيادة سفير نبيل بدر، مساعد ومستشار وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. بدايه خليني اتوقف مع حضرتك من وجهه نظرك على اهميه زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لالمانيا. الحقيقه هي زياره هامه لاسباب كثيره. اولا في اطار النظره الشامله للتحرك السياسي المصري في محاور كثيره متعدده ومتكامله في نفس الوقت، وتؤدي الى تحقيق المصلحه الوطنيه. هذا امر لا خلاف عليه. الأمر الثاني أنها تكسب التحرك المصري التوازن المطلوب، بمعنى أن هذا التحرك على محاور كثيرة بالتأكيد أنه يتكامل مع بعض البعض في إكساب التحرك المصري حرية حركة معينة وتوازن مطلوب. الأمر الثالث أنه هذه الزيارة مع ألمانيا نشير فيها إلى ما تعنيه هذه الزيارة بالنسبة لألمانيا وما تعنيه بالنسبة لمصر. يعني إذا أخذنا الجانب الألماني، الجانب الألماني ينظر إلى مصر أولا باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، طبعا دولة حسنة السمعة تعمل من أجل السلام وتقوم بجهد كبير جدا لحل مشاكل التنمية والتغلب على الصعوبات التي تواجهها في العقل الاقتصادي. اثنين، أنها دولة لها مصداقية دولية، بمعنى آخر لسنا من الدول التي تتغلب عليها المناورة أو الألعاب لكسب أمور معينة مؤقتة على حساب الصورة العامة، العكس تماما قائم. الأمر الثالث أنها هذه العلاقة تفتح آفاقا لألمانيا، أولا بالتأثير على مجريات الأمن الأوروبي بصورة إيجابية، باعتبار أن مصر لها دور مقنع ومؤثر في محاربة الإرهاب، لها دور مؤثر وفاعل في إيقاف الهجرة غير الشرعية. بالضبط. الأمر الثالث هي أيضا تمثل دولة لها دور مهم ليس فقط في المحيط العربي إنما أيضا في المحيط الأفريقي الذي هو مدخل تنظر إليه ألمانيا، باعتبار أن مصر بوابة دخول إلى أفريقيا لهذا المدخل. مصر بالمناسبة تستحق كل هذا، لأنه بالإضافة للدور المصري المعروف في أفريقيا وهو دور تاريخي، يعني عضويتنا لو اتكلمت على المجال التجاري والاقتصادي، إحنا أعضاء في الكوماسا أي في التجمع الإفريقي لشرق أفريقيا. إحنا في نفس الوقت على علاقة تعاقدية مع الصداك وهو التجمع الاقتصادي والتجاري لدول جنوب القارة الإفريقية. نحن أيضا على علاقة مماثلة مع التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا، بمعنى آخر أن هذه الشبكة من العلاقات الاقتصادية اللي موجودة مع الدور المصري الذي يهتم أيضا في النطاق الأفريقي، إذا اتكلمنا على النطاق الاقتصادي والتنموي بأن يكون له دور بناء. معروف أن مصر كان عندها زمان حاجة اسمها الصندوق الأفريقي، تحولت إلى وكالة للتنمية وللتعاون الفني تشمل التعاون مع الدول الأفريقية، فضلا بطبيعة الحال عن الدور السياسي الذي يدعم هذه التحركات. إذن هذا المدخل يتمتع بمزايا معينة من الناحية السياسية وأيضا من الناحية التجارية على النحو اللي أشرت إليه باعتبار العضوية في هذه التجمعات. إذا أخذنا إلى محور آخر وهو المحور الشرق أوسطي بصفة عامة بما في ذلك الدول العربية، نجد أن نفس هذه المزايا قائمة. أضيف إلى هذا تطور أيضا مهم في النظرة الألمانية، ما حدث في مصر
مثلا التنمية في منطقة القناة، محور قناة السويس، المنطقة الاقتصادية لا شك أنها تمثل إضافة للقدرة المصرية التي تضيف إلى المزايا التي أشرنا إليها، وبالتالي هي متاحة أيضا للاستغلال والاستثمار. يرتكز أيضا هذه النظرة في مجملها على تجربة ألمانية ربما قريبة شوية. يعني إحنا كلنا نذكر أنه في السنوات القليلة الماضية المشروع الذي أسهمت فيه شركات ألمانية في مشروعات دعم الطاقة في مصر، بالضبط كهرباء، بالضبط. طيب الكلام ده لا شك كان له صدى معين مهم. ليه؟ أولا نجاحه، اثنين الإمكانيات المصرية وقدرتها على حل المسائل بما في ذلك الإمكانيات الفنية اللي بيتمتع بيها المصريون في هذا الإطار وفي غيره. الأمر الثالث وهنا ينبغي أن نركز عليه أيضا أن هذا التعامل الذي كانت له طبعا أرقام كبيرة كما هو معلوم تميز بالشفافية وبأنه تعامل نظيف لم تدخل فيه محاور تسعى إلى الاستفادة خارج النطاق الوطني على أي نحو من الأنحاء. ده حقيقي. الكلام ده بالتأكيد كان له صدى على الواقع الألماني موجود. نشير أيضا إلى محور ألمانيا تدركه جيدا. احنا كتير بنتكلم على موضوعات الهجرة، والهجرة هنا قادمة من جنوب المتوسط إلى شماله. بالضبط. مصر في الواقع يعني لمن ربما ربما يكون قد نسي هذا الأمر، مصر كانت من دول المؤسسة لفكرة التعاون في إطار البحر الأبيض. يعني سنة 93 على سبيل المثال على ما أذكر كانت هناك محاولات مصرية لإنشاء ما يسمى Mediterranean Forum، محفل البحر الأبيض. نفس كلمة فورم كانت كلمة تم اختيارها بعناية لأنها صيغة مرنة وفيها تتمتع بمرونة معينة من حيث الاستخدام على الأقل في المرحلة الأولى. تبعتها طبعا اجتماعات كما هو معلوم، تبعها اهتمام فرنسي معين، تبعها اهتمام ده من سنة 93 حضرتك بتقول، من 93 وطالع. فالنهاردة ألمانيا تدرك أن الدور المصري في الحد من الهجرة في الإطار البحر الأبيض دور مهم، هو يمس دول جنوب أوروبا ويمس الأمن الأوروبي ويمس أيضا ملفات حيوية زي الملف غير الملف الاقتصادي، الملف الخاص بالهجرة، الملف الخاص بمكافحة الإرهاب، وأمن قومي بالنسبة لهم، وهو أمر قومي بالنسبة لهم فضلا عن الكلام ده. وبعدين في نقطة لازم يعني نعلم عليها ونؤكد عليها، مصر في اليقين الألماني دولة تنعم بالتسامح الذي هو جزء أصيل من الشخصية المصرية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أي توجهات للعنف، للتطرف، للخلاف اللي هو بيسمى طائفي أو ديني أو غيره، الواقع أنه بعيد تماما عن حقيقة الشخصية المصرية. الشخصية المصرية لا تميل إلى هذا، لا تاريخيا ولا من حيث الممارسة، هذه واحدة. الأمر الثاني أن القضايا أو الموضوعات التي تتعلق بالتعايش وبالتسامح وبالمعاني الإيجابية إنسانيا وعالميا والتي تخدم حقيقة التعاون الدولي بصفة عامة لا شك أن لمصر دور مهم فيها، أثبتته وبصفة خاصة خلال الفترة الماضية. تمت اتصالات في زيارات متعددة مع الألمان في أطر مختلفة، ومن ثم يركز هذا الأمر أيضا ويجذب اهتماما ألمانيا يتجه ضمن إطار الصورة الشاملة إلى ما يمكن أن تقدمه مصر، وفي نفس الوقت تتميز به مصر عن
سائر دول المنطقة. اللي بيثبت كلام حضرتك كمان إنه ألمانيا من أكثر الدول الداعمة لمصر في مجال المنح والمساعدات الخاصة بتنمية الإنسان وما إلى ذلك، أنشطة اجتماعية يعني، فده دليل على إنه فعلا عندها قناعة بإنه طبيعة المصريين ما فيهاش العنف اللي كان بيصدر للدول الأخرى على إنها إن مصر فيها عنف وبيمارس العنف ضد أفرادها وما إلى ذلك. لكن أنا بقى عايزة أروح بحضرتك لدلالة أخرى من هذه الزيارة، دلالة التوقيت. احنا قدامنا شهرين ونرأس الاتحاد الافريقي، كمان ألمانيا داخلة على عضوية دائمة في مجلس الأمن، أهمية الزيارة دي في ضوء التوقيتات دي؟ في ملاحظتين هنا. أولا، رئاسة مصر للاتحاد الافريقي أمر لن يغيب عن الاهتمام الألماني بطبيعة الحال، لأنه في إطار العرض والملاحظات اللي أشرت إليها سوف تكون مصر في موقع مهم بالضبط بالنسبة لدعم العلاقات الألمانية الأفريقية بصفة عامة. وإذا جينا للمجال التجاري والاقتصادي، وألمانيا بالتأكيد تهتم به اهتمام بالغ وإحنا كمان، فبالتأكيد هذا الموقع سوف يتيح الاستفادة من المزايا اللي أشرت إليها، سواء في العضوية في الكوميسا مع السادك مع اتحاد بتاع غرب أفريقيا إلى آخره. دي كلها أمور هامة. وبعدين في إطار مجموعة العشرين، وبين قوسين مجموعة العشرين تستحوذ حاليا على حوالي 80% من التجارة العالمية، وألمانيا داخل مجموعة العشرين دولة مهمة ومؤثرة، وما فيش غير دولة أفريقية وحيدة هي جنوب أفريقيا هي عضوة في هذه المجموعة. أوكي. إنما اللي عايز أقوله أنه ألمانيا بإمكانيتها بالتأكيد تستطيع أن تقوم بدور، أولا في إطار تطوير علاقاتها الأفريقية، وفي إطار المصلحة المباشرة الألمانية. أنا عايز أشير استطرادا مع هذه النقطة إلى موضوع ربما يعني بتسلط عليه الأضواء بطبيعة الحال بقى لفترة، وسوف نرى مزيدا من ذلك. أفريقيا تمثل في إطار الوضع الدولي والتنافس الدولي قارة المستقبل طبعا. تنبهت قارة بكر لم تستغل بعد، بالضبط كده. تنبهت إلى هذا وسبقت العمل دول معينة، يعني الصين بدأت بنشاط بالضبط، دول غير الصين أيضا دخلت، الهند دخلت، دول أخرى مهمة دخلت. بالتأكيد ألمانيا لا تريد وليس من صالحها أن تغيب عن الساحة. أولا، قارة أفريقيا مليئة بالمواد التي تخدم الاقتصاد الألماني، ده واحد. اثنين، قدرة ألمانيا على تصدير المساعدات وأيضا التطور العلمي أو التطور التكنولوجي هو أمر لن يغيب عن أي دولة أفريقية. الأمر الثالث، أنه في إطار النظم السائدة هناك ركائز يمكن التعاون معها بصفة خاصة، وليست هذه المرة الأولى. أنا عايز أذكر هنا في هذا السياق بأنه منذ سنوات كان ربما في مشروعات معينة، وكان هناك هيئات سويدية مش ألمانية من السويد كانت بترحب بالتعاون مع مصر عن طريق الصناديق أو عن طريق التنسيق في مشروعات معينة، إن هم ممكن يقدموا كذا وممكن مصر تقدم كذا. الصيغة مع ألمانيا قد تكون مختلفة، لأن ألمانيا تمتلك إمكانيات بالتأكيد كبيرة، والصيغة نفسها متاحة ومفتوحة للحوار بما يخدم دول القارة الأفريقية ويخدم بطبيعة الحال مصالح هذه الأطراف. هذا البعد أيضا أصبح بعد تنافسي، يعني فضلا عن الصين دول أساسية أخرى تسعى إلى اكتذاب أفريقيا والاهتمام بها. فرنسا تحاول وتسعى، الولايات المتحدة أيضا، الهند أيضا بالتأكيد. بمعنى آخر، أن القارة في مجملها دولة قارة جاذبة للاهتمام العالمي، إمكانيات التعاون فيها قائمة. أن يكون لدولة زي ألمانيا شريك زي مصر بيبقى إضافة هامة لصالح الطرفين،
ولصالح الدول الأفريقية. حضرتك اتكلمت عن أنه قارة إفريقيا قارة بكر، يعني لم تستغل بعد، جاذبة لاستثمارات كتير، وفي دول كتير حاولت أنها تجتذب بعض، يعني بعض مشاريعها في أفريقيا. هل في آلية تنسيق معينة ما بين الدول الأفريقية بحيث أنها تستفيد أقصى استفادة من الدول دي؟ يعني هل في تعاون مثلا ما بين دول شمال أفريقيا لإقامة مشروع كبير مثلا تقوم برعايته دول اقتصادية ذات اقتصاديات ضخمة زي مثلا أمريكا، زي الصين، زي الهند وما إلى ذلك؟ هل في تنسيق ما بين الدول الأفريقية ولا كل دولة بتحاول أنها تجتذب استثمارات على حدة؟ سؤال مهم. شكرك. يعني لا أعتقد أن هذه الصيغة قائمة بالشكل اللي حضرتك أشرت إليه حتى الآن. هي بتاخد شكل ثنائي في الغالب العام. الدول اللي بتحاول أن تجذب أطرافا ثالثة أو تنسق معها بتبقى دول لها اهتمام في مجال معين أو في منطقة معينة، زي ما ذكرت مصر على سبيل المثال لما بتكلم على السويد أو غيره. إنما ده اللي موجود، وأعتقد إن هذا الطرح في حد ذاته يمكن أن يكون أيضا منطلق لتأسيس هذه الصيغة خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. للاتحاد الأفريقي. بمعنى آخر، أن يكون هناك نوع من تأسيس شراكة ممكن أن تقترحها مصر على المستوى الأفريقي ومفتوحة أمام المستوى الخارجي نفسه لتبني قضايا معينة تحتاجها القارة الأفريقية، والقارة الأفريقية محتاجة للكثير والكثير في كل المجالات. يعني مش قضايا طاقة بس، قضايا طاقة وزراعة وتعليم وأمور كتيرة قوي. فممكن أن ينفتح المجال أمام هذه الصيغة ويبحث لها بحيث أنها تستطيع أن تجذب هذا الإسهام العالمي. أما طريقة التنفيذ فطبعا ممكن أن تتنوع الاجتهادات، يعني الاتصالات الدولية المصرية ممكن أن تساعد. طبعا الاتصالات الدولية المصرية بالتنسيق مع الدول الإفريقية بالتأكيد سوف تكون إضافة مهمة. الأمر الثالث، ممكن ربما أن يعقد مؤتمر خاص بهذا. إحنا في الفترة اللي فاتت شفنا مؤتمرات بتعقد على أساس زي اللي احنا شايفينه الوقت، يعني فرنسا بتنظم شيء، ألمانيا بتنظم، المملكة المتحدة كذلك، وغيرها ربما يرد في الفترة القادمة. الصين مثلا، ما كان في مؤتمر الصين والدول الإفريقية بالضبط. الكلام ده كله وارد على أساس هذه الدول تسعى إلى الاستقطاب وإلى التنسيق وأن تفوز بالقدر المناسب. السؤال هنا، هل تنجح الدول الإفريقية في إيجاد صيغة تستطيع أن تجمع هذه الطاقات لتبني مشروعات رئيسية على مستوى القارة لتحقيق أقصى استفادة؟ الفترة الخاصة بالرئاسة أعتقد قد تكون مناسبة لبحث الفكرة وربما السير فيها، وهي فكرة مهمة بالتأكيد. يعني طيب، لو هنتكلم على الفعاليات اللي قام بها الرئيس منذ أن ذهب إلى ألمانيا بالأمس، يعني التقى بالرئيس الألماني، رئيس البرلمان الألماني، وعدد من رجال الأعمال والسياسيين ويمكن أعضاء غرف مهمة هناك. الرئيس في كل زيارة بيحاول أنه يظهر الجانب الإيجابي اللي حصل في مصر، التشريعات الجديدة الخاصة بالاستثمار، تحسن الوضع الاقتصادي وما إلى ذلك. يعني حتى رجال الأعمال بيتطلعوا للحوار مع الرئيس علشان يسألوا أسئلة من شأنها يعني تعزيز الثقة في فكرة الاستثمار في مصر. هل إحنا مع كل هذه الخطوات نجحنا في أننا نجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وخصوصا الألمانية، لأننا شايفين أنه حجم الشراكة على مستوى الدولتين ممكن نقول عليه جيد، لكن الأفراد بقى الاستثمار الفردي الخاص برجال الأعمال الأجانب؟ الحقيقة نحن محتاجين إلى المزيد ومحتاجين إلى التواصل، يعني الكونتينيوتي في هذا الشأن. أنا لا أقلل بحال من الأحوال من الجهد اللي بتقوم به جهات كتيرة في مصر وجهات كتيرة معنية في قضايا الاستثمار، إنما الساحة الدولية
فيها منافسة ضارية على جذب الاستثمار. طبعا هذه واحدة. الأمر الثاني الوضع الاقتصادي الدولي زي ما هو معلوم يعني بيتحرك إلى أمام، وأحيانا بتواجهه صعوبات برضو كما هو معلوم. الأمر الثالث وده بالتأكيد الرئيس السيسي بيقوم به بنجاح واضح تماما في هذه الزيارة وفي غيرها، هو صورة مصر في الخارج. كلمة صورة مصر في الخارج ليست قضية إعلامية أو قضية مجرد، لا 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 لا، هي قضية أعمق بهذا بالكثير لسبب. أولا في تراكمات معينة معروفة، تراكمات لأسباب كثيرة. الأمر الثاني المرحلة التي واجهت فيها مصر المؤامرة الداخلية هنا وتغلبت عليها، وتغلب عليها الشعب المصري التي سعت إلى الانحراف بمصر خارج الهوية المصرية وخارج الأساسيات المصرية، وهو أمر رفض الشعب المصري. وده اللي بيؤكد زي ما سبق أن أنا قلت أن الركائز الرئيسية بما فيها شخصية مصر والطبيعة المصرية هي الغالبة، وأنه لا يمكن ولا يجوز التأكيد أو النظر إلى سلبيات معينة دون غيرها. إنما في نفس الوقت الأطراف التي كانت صاحبة مصلحة في الانحراف بمصر في الوقت اللي أنا بتكلم فيه ده مارست أدوارا سلبية معينة على مستوى الخارج. طبعا من ضمنها تشويه الصورة الزمنية في أمريكا. يعني أنا بسافر وعارف وعارف الدور ده كيف يمارس وكيف يتم وكيف يستغل. وفي نفس الوقت كانت هناك ربما في فترات معينة لم تكن الصورة بالوضوح الكافي، التانيين عرضوا نفسهم بطريقة معينة وبشكل معين، ما كناش احنا على مستوى هذا العرض يعني يعني بينوا نفسهم مش ان هم جماعة منحرفة وإرهابية ضحايا وتريد ان تنحرف، لا، وان هم مجرد معارضين. وهذا كذب وكذب شديد، وكل من سافر وعارف الكلام ده يستطيع أن يؤكده. إذن جزء من الجهد المصري كان بالتأكيد إعادة الأمور إلى نصابها، سواء بالنسبة للصورة الحقيقية لمصر، ومعنى ودلالة هذه الصورة الحقيقية ليس فقط في الهوية المصرية وفي الثبات المصري وفي الاستقرار المصري، إنما أيضا في معنى العناصر اللي احنا اتكلمنا عليها. لما بنتكلم على دور مصر في المنطقة، الصورة في نهاية الأمر بتجتذب الضوء لهذا السبب. ليه بقى؟ لأن هذه الصورة في حد ذاتها ونتيجة أسباب تاريخية وأسباب جيوسياسية بتستطيع أن تجتذب من حولها، سواء في المنطقة المحيطة بنا مباشرة، عربيا إفريقيا إلى آخره. النموذج المصري في التعايش في التسامح في المواطنة إلى آخره هو نموذج بالتأكيد يحظى بتأييد وبإعجاب وبتطلع أطراف كثيرة للنظر إليه. ومن ثم وإحنا شايفين أن مصر أصبحت مؤثرة في الدوائر المحيطة بها، يعني زي ما حضرتك اتكلمت الدائرة الإفريقية. أيوة. الدائرة العربية، ويمكن إحنا لينا مواقف مؤثرة في قضايا ملتهبة الآن في الشرق الأوسط. بالتأكيد بالتأكيد، يعني التأكيد على مبادئ معينة أساسية واضحة جدا. يعني أنا مصري، بلدي اسمها مصر، ولائي البلدي طبعا اللي اسمها مصر ده اللي احنا نعرفه، وأنا ما يحكمني في مصر دستور تم إقراره من الشعب، نظام معين، احترام معين، قيم معينة. ما احناش دولة جديدة، يعني حتى لو أنا في ظل كل هذه الكلام وافقت على هذا أو لم وافق، هذه أمور تتم بشكل تاني. إنما بقى من يأتي أن يقلب الصورة، ما يبقاش الولاء لمصر، يبقى الولاء للجماعة. وما هو كده صح، ويبقى الأسلوب ليس الولاء للدولة والبلاء لمصريتي أو لانتمائي أو إنما الانحراف بها لمفاهيم أخرى ومحاولة تسويق. هذا كلام فارغ طبعا وغير مقبول.
أنا بقول الكلام ده لأن ده موضوع قائم بذاته، إنما ليه بقى؟ لأنه استجلاء الصورة المصرية وتصحيحها بالتأكيد النهاردة يختلف إلى حد بعيد جداً عما كان عليه الأمر كده. هل قيام الرئيس بهذا الدور يعني أنه شال المسؤولية عن جهات أخرى اللي هي معنية بهذا الدور أساسي؟ يعني طبعًا. مثلا هيئة الاستعلامات زي مثلا المكاتب الخاصة بينا في الدول الخارجية، زي مثلا الإعلام المصري، يعني يمكن الدول الخارجية على عكس ما احنا ما نعتقد بتتطلع إلى إعلامنا وبتعرف أخبارنا من إعلامنا اللي في بعض الأوقات كان مضر لينا. يعني يمكن عندنا الفقرة اللي جاية نتكلم فيها عن تأثير الإعلام في تكوين الوعي المصري، لكن هل اللي بيقوم به الرئيس كافي نيابة عن الآليات الأخرى اللي ممكن تحسن الصورة الذهنية لمصر في الخارج؟ لا، ينبغي الاستمرار فيها، وينبغي، يعني لو اتكلمنا على دور الإعلام ده حديث مهم جدا. الإعلام ده دور مهم جدا لأنه بداية، شوفي أنا أؤمن، يعني بدي أضيف حاجة على الكلام اللي أنا قلته ده، وهو يعني لكل متابع للأمور يعرف إن هناك أطراف إقليمية وأطراف دولية ليس من صالحها أن تصبح مصر قوية طبعا أو متماسكة طبعا أو قادرة على كذا وكذا، لا مش مصلحتها باختصار شديد، ومن ثم هي بتندرج وتنجرف أولا إلى أعمال تتعارض مع مصالحنا، وإحنا عارفين هذا الكلام، وممكن تتحالف مع الجماعات إياها اللي بتشتغل اللي باعتبارها وسائل، وده جماعات مرتزقة، يعني ما فيش أي كلام، يعني ده ذمة ولا دين ولا المهم ما علينا. طيب في هذه الظروف استطاعت مصر بالتأكيد أن تركز أساس الصورة القائمة، وعليها أن تخدم هذه الصورة وتتابعها أولا بالمتابعة الجيدة، اثنين بالإعلام الجيد الذي يناقش ويبدي ملاحظاته ويعرف الملاحظات الأخرى وياخد ويدي في هذا الإطار، أربعة بالتواصل، ما تبقاش القضية أو قضية مثارة في مناسبة معينة وبعد كده المسائل يعني تتنسي أو نبتعد عنها، لا، التواصل هنا مهم. هنا بقى في أمور كثيرة الحقيقة يعني آن الأوان أنها تتم، يعني كيف يصل هذا الإعلام بطريقة مناسبة إلى الخارج، نمرة اثنين كيف نتواصل مع الخارج بطريقة معينة، وبعدين في نفس الوقت الحرفية في التناول، يعني لما ندرس موضوع معين ونصل إلى العناصر التي ينبغي التصدي لها والتصدي لها بطريقة معينة بطريقة مستمرة وبطريقة رصينة. المنهاج ده قد أكون مخطئاً، إنما أنا بحس أحياناً أنه ربما لا يتوافر في كل الأوقات أو من جميع الأوقات. حضرتك لست بمخطئ، لأنه يمكن مؤخرا بدأنا ندرك أهمية التواصل مع الخارج، وابتدت هيئة الاستعلامات تقوم بالدور ده من مؤتمرات صحفية واستضافة للصحفيين وإجابة على تساؤلات بمنتهى الشفافية، لكن احنا يعني احنا بدأنا، وبدأنا متأخر حقيقي، لكن احنا بدأنا، وده شيء إيجابي في حد ذاته. عايزة بقى أرجع لفكرة يمكن تكملة لفكرة الإعلام والصورة الذهنية اللي حضرتك اتكلمت عنها. احنا عندنا السياحة في مصر ابتدت إلى حد ما تتعافى، يمكن من ضمن الموضوعات اللي ربما ستطرح في هذه القمة أو في هذه اللقاءات اللي بيقوم بها الرئيس مع عدد من المسؤولين الألمان، فكرة زيادة أعداد السائحين الألمان إلى مصر، لأن مصر بيتوفر فيها جو من الأمان والاستقرار وطبعا المعالم السياحية وما إلى ذلك. إزاي إحنا نقدر ندعم هذه الفكرة؟ إزاي إعلامنا يصور مصر بأنها فعلا بلد الأمن والأمان والاستقرار، إبراز المعالم السياحية؟ إزاي وزارة السياحة تقوم بدور في دعم فكرة تشجيع السياحة؟ ما هو الرئيس أكيد مش لوحده بس يقدم الدعوة ويحاول نجتذب سائحين وإحنا مش عارفين نعمل ده. لا، ناقص ناقص. يعني على سبيل المثال الجزء من هذا بيتعلق بالصورة الشاملة للبلد،
وبعدين مش صورة شاملة بلد. أنا عشان بقى نتكلم بحرفية شديدة، يتعين، أنت عارفة السياحة دي سلعة طبعا، زي بالظبط لما تكوني بتصدري سلعة معينة لسين من البلاد، ما أنا لازم أعرف البلد اللي أنا بصدر لها السلعة دي الذوق العام فيها إيه، إيه الحاجات اللي بتفضلها، صح، إيه الحاجات اللي بتحبها، مش كده برضو؟ تمام. ففي جزء بيتعلق بالقاعدة العامة اللي هي الصورة العامة للبلد، البلد دي موجودة فين، نظامها إيه، شكلها إيه، مستقرة ولا لأ، فيها أمن ولا لأ، فيها خدمات ولا لا، لو عييت الاقي دكتور ولا لا، لو حصلت لي مشكله هل اللي يساعدني ولا لا، اطمئن الى مساعده السلطات الى اخره الى اخره. دي جزء من الصوره العامه. وبعدين بيجي الجزء التنفيذي اللي هو التفصيل بقى، باخد تاشيراتي ازاي، بروح فين الى اخره، والكلام ده بتقوم بيه القنصليات. انما انا عايز اقول بقى بالاضافه لكده اخاطب الذوق، لانه لا تتوقعي ان السائح بيعرف كل حاجه. طبعا. يعني انا النهارده لما تيجي تتكلم النهارده مثلا المانيا، احنا كنا بنتكلم عن المانيا، طيب المانيا بتصدر لمصر، انا سمعت الرقم 1,200,000 سائح. هكذا قيل بالنسبه لاخر السنه دي يعني. طيب يبقى انا لو حصرت هذا العدد اعتقد ان هذا العدد يفوق عدد السياح اللي جايين من أي بلد من البلاد اللي لا سياح في مصر. يبقى إذن بالإضافة للصورة العامة لما أجي أدرس وأركز على الأسواق الرئيسية اللي هي بتبعت لي سياح، ألمانيا على رأسهم، يبقى يتعين أن أنا بقى أدرس بتفاصيل التفاصيل، السوق الألماني ده الألمان عايزين إيه، يحبوا يروحوا فين، إيه الخدمات اللي ممكن أقدمها لهم إلى آخره. الناس البعاد عن الصورة قد يتصور أن السائح مجرد أنه عايز ينزل بحر، لا طبعا، يجي في حتة وينزل بحر وبعدين يتفرج على الأثر الفلاني، لا الله، ربما يكون السائح ده لو مشي في شارع ظريف كده وفي محلات ومش عارف إيه، شاف حاجات وديتيه سوق، يعني في بلاد احنا بنتكلم على السلع اليدوية اللي عندنا مميزة مش موجودة في حتة تانية، عظيم جدا الناس. مميزة وكل حاجة على عيني وراسي. إنما السلع اليدوية دي لما بيروح الأماكن السياحية أو غيرها بيلاقي ناس واقفين هنا أو محل فاتح هنا أو بياع بيلاقيه ويعرض عليه السلع دي، أو طب ما نحط الكلام ده في سوق على بعضه، حاجة منظمة أكتر يعني. ليه ما ننظموش في مكان، في أماكن مش مكان واحد يعني، أماكن يستطيع أنه هو يشوف سلع تقليدية ويستطيع أيضا أن يشوف سلع من اللي هي بتنتجها مصر وبتصدرها الخارج وبشكل حضاري، ده حقيقي بشكل. يبقى وبعدين يبقى الكلام ده بيخشوا فيه مطمن على السلعة، ما فيش داعي أنه هو يخش بقى في معارك الفصال والمساومة والبتاع المشهور بيه المصري، يلاقي مثلا زي كده. اتنين، أنه يلاقي محل مطاعم يقدر يأكل فيه، ده بتقدم له نوع الاكل اللي هو بيحبه، اللي هو يرتاح له. ثلاثة، انه بالاضافه للمطاعم اللي ممكن ياكل فيها ممكن قوي ان يبقى في مجموعه من الخدمات، كافيتريات مثلا، هي خطة يقدر يريح متكاملة. فيها يقدر ياخد سناك بسيطه مش عارف ايه، يعني الخدمات دي تكاملها مع بعضها بيكون الصوره الاجماليه اللي بتخدم السياحة من أي مكان في الدنيا. لما تيجي بقى لخدمات خاصة بالنسبة للدول اللي بتصدر لنا العدد الأكبر من السياح، لا بأس من أنا أضع في الاعتبار ذوقهم الخاص في أمور معينة بعد التعرف. ده بيعتمد على دراستنا للشعب الألماني، يعني ده محتاج إن إحنا نتعب نفسنا شوية. يعني إحنا دلوقتي عندنا مثلا سياح جايين من الصين، سؤال، عندنا مطاعم صينية هنا؟ ما هي ابتدت لكن لسه ما انتشرتش يعني بشكل كبير، ده حقيقي. لا انا بضرب امثله سريعه يعني في فالموضوع بده منهاج علمي ودراسه معينه، والموضوع مع كل التقدير للجهود اللي بتقوم هنا وبتقوم هنا، هي انا اعتقد انه ربما الواحد يتمنى ان تكون كلها جزء من خطه متكامله.
ده حقيقي. فيها جزء بيتعلق بالصورة العامة، والصورة العامة دي صورة الدولة، وبيقوم بالرئيس ده، واحنا علينا اوجهات والاعلام الى اخره بالظبط، وان احنا نفسنا يعني نتطور بطريقه ايجابيه. الجزء الثاني اللي هو الجزء الخاص بخصوصيه اسواق معينه، ودي تدرس فضلا عن الخدمات العامه اذا كنا بنتكلم على السياحه يعني. شكرا جزيلا سياده سفير على هذه الرؤيه وهذا اللقاء. سياده سفير نبيل بدر، مساعد ومستشار وزير الخارجيه الاسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه، شرفتنا ونورتنا يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا بعد الفاصل، والاعلام ومدى تاثيره على وعي المصريين بعد الفاصل، خليكم معنا.